بسم الله الرحمن الرحيم تجربة بعنوان دائرة التيار المستمر وقانون أوم الهدف من التجربة دراسة العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار في دائرة التيار المستمر البسيطة وتحقيق قانون أوم قياس المقاومة النوعية لمادة الموصل الأدوات المستخدمة مصدر للتيار المستمر، سلك مقاوم، فولتاميتر او يمكن استخدام ملتيميتر كفولتاميتر، أميتر ويمكن استخدام بدلا منه ملتيميتر، مقاومة متغيرة او ريستات وميكروميتر لقياس قطر السلك المقاوم. تتكون الذرات من نواه يدور حولها الكترونات في مدارات للطاقه حول هذه النواه. المدار الخارجي للذره يعرف بمدار او غلاف التكافؤ. في المواد الموصله للكهرباء فإن الالكترونات في المدار الخارجي او الغلاف الخارجي يمكن ان تنفصل عن الذره بسهوله اكثر من الالكترونات في مدارات واغلفه الطاقه الداخليه او بالقرب من النواه. بحيث يمكن ان تنتقل من ذره الى اخرى داخل الماده الموصله. هذه الحركه للالكترونات او هذه الحركه للايونات سواء كانت ايونات موجبه او ايونات سالبه هذه الحركه لهذه الشحنات خلال موصل هو تمثيل للتيار الكهربي حيث أن حركة هذه الشحنات هي جريان للتيار أو سريان التيار وبالتالي تكوين للتيار الكهربي ولجعل هذا التيار يتدفق خلال دائرة كهربية لابد من وجود قوة دافعة كهربية هذه القوة الدافعة الكهربية Electromotive Force هذه القوة الدافعة الكهربية توفر الطاقة اللازمة لدفع التيار في الدائرة أو لدفع الشحنات في الدائرة يشار إلى القوة الدافعة الكهربية بفرق الجهد الكهربي يمكننا تعريف التيار الكهربي بأنه المعدل الزمني لتغير الشحنة الكهربية أي I اللي هو التيار الكهربي بتساوي دلتا كيو اللي هو تغير الشحنه على دلتا تي بالنسبه للتغير الزمني ويقاس شده التيار بوحده الامبير مصدر الجهد هو المصدر الذي يمد الشحنات المتحركه بجهد او بطاقه لازمه للتدفق او للحركه وبالتالي فإن فرق الجهد الكهربي هو عبارة عن طاقة لكل شحنة، أي أن v اللي هو فرق الجهد الكهربي يساوي الـ e اللي الطاقة على الكيول اللي هي الشحنة، ويقاس فرق الجهد الكهربي بوحدة الفولت. ينص قانون أوم على عند ثبوت درجة الحرارة وعدم وجود إجهاد ميكانيكي فإن فرق الجهد بين طرفي الموصل V يتناسب تناسبا طرديا مع شدة التيار المار خلال هذا الموصل I أي أن V تتناسب تناسبا طرديا مع I أي أن V تساوي IR حيث الـ R ثابت التناسب وهي عبارة عن المقاومة الكهربية للموصل وتقاس بوحدة الأوم وحيث أنه بزيادة طول الموصل فإن المقاومة الكهربية تزيد يبقى إذن المقاومة الكهربية تتناسب طرديا مع الطول وبزيادة مساحة مقطع الموصل فإن المقاومة الكهربية تقل أي أن المقاومة الكهربية تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع مقطع مساحة مقطع الموصل اللي هو A أي أن R تتناسب مع ال L و R تتناسب عكسيا مع ال يبقى اذا R بتتناسب مع ا مع ال على ايه R تتناسب مع L على ايه يبقى اذا R تساوي رو L على ايه حيث رو ثابت التناسب وهو عباره عن المقاومه النوعيه لماده الموصل المقاومه النوعيه لماده الموصل وهي تعبر عن مدى مقاومه ماده الموصل نفسها لتدفق او لحركه أو لجريان التيار أو لجريان الشحنات خلال هذا الموصل تقاس المقاومة النوعية بوحدة أوم في متر المقاومة النوعية رو تساوي R F على L أي المقاومة النوعية تساوي مقاومة الموصل مضروبة في مساحة مقطع هذا الموصل على طول الموصل ويقاس بالاوم في متر. الأمبير وهو وحدة قياس شدة التيار الكهربي، ويساوي تدفق واحد كلوم في واحد ثانية، أو هو عبارة عن شدة التيار المار في موصل. هذا الموصل له مقاومة قيمتها واحد اوم، وفرق الجهد بين طرفيه واحد فولت. الفولت هو وحدة قياس فرق الجهد الكهربي ويساوي فرق الجهد بين نقطتين في موصل يحمل تيار قدره واحد أمبير وبينهما مقاومة قدرها واحد أوم الأوم وحدة قياس المقاومة الكهربية وهو قيمة مقاومة موصل إذا كان فرق الجهد بين طرفيه يساوي واحد فولت ويمر به تيار كهربي قدرته أو شدته بيساوي واحد أمبير. في الدوائر الكهربية يجب معرفة كيفية توصيل المكونات الكهربية فهناك مكونات كهربية توصل على التوالي وهناك مكونات توصل على التوازي وهناك فرق بين التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي في التوصيل على التوالي يتم توصيل الطرف الطرف الثاني للمكون مع الطرف الاول للمكون الثاني والطرف الثاني وهكذا والطرف الثاني للمكون الثاني مع المكون مع الطرف الاول للمكون الثاني وهكذا وفي هذه الحاله اي في حاله التوصيل على التوالي فان شده التيار المار في المكونات يكون له نفس الشده او يكون له نفس المقدار وبالتالي يدمج الاميتر في الدائره على التوالي يدمج الاميتر اللي هو جهاز قياس شده التيار في الدائره على التوالي اما في حاله التوصيل على التوازي فان الطرف الاول لجميع المكونات يتصل بطرف الت... ب... ب... باحد اطراف فرق الجهد والاطراف الثانيه لهذه المكونات يتصل بالطرف الثاني لهذه لمصدر الجهد وفي هذه الحاله اي التوصيل على التوازي فان التيار يختلف او تختلف شدته من مكون لاخر تبعا لمقدار هذا المكون ولقياس فرق الجهد فاننا ندمج الفولتميتر في الدائره على التوازي لانه يقيس فرق الجهد بين نقطتين انه يقيس فرق الجهد بين بين نقطتين او بين طرفين وعند استخدام مصدر للجهد المستمر يجب ان يؤخذ في الاعتبار قطبيه مكونات الاجهزه بحيث يتصل الطرف الموجب للمكون بالطرف الموجب للبطاريه والطرف السالب للمكون بالطرف السالب للبطاريه ولكي نقوم بتحقيق قانون اوم وقياس مقاومه كهربيه وبالتالي قياس المقاومه النوعيه لمادة موصل أو مقاوم سنقوم برسم أو بتكوين الدائرة كالآتي مصدر للتيار المستمر مفتاح لغلق وفتح الدائرة ويوستات أو مقاومة متغيرة ثم ندمج الأميتر مقياس شدة التيار على التوالي ونصل معه على التوالي سلك المقاوم الذي سنقوم بدراسه او بتحقيق قانون اوم من خلال فرق الجهد المار بين طرفيه ويقاس باستخدام الفولتميتر والمتصل على التوازي بين طرفي المقاوم ثم نوصل الطرف الثاني للمقاوم بالطرف الثاني للبطاريه كما بالشكل نقوم بقفل المفتاح ونسجل قراءة كل من الأميتر والفولتميتر نكرر هذا نكرر هذا الخطوة عدة مرات بقراءات مختلفة للأميتر حيث يتغير قراءة الأميتر أو شدة التيار بتغير قيمة المقاومة المتغيرة الريستات ونسجل النتائج في كل مرة في جدول نسجل قيمة التيار وقيمة فرق الجهد المقابل لها في كل مرة ثم نقوم بحساب قيمة المقاومة عن طريق رسم العلاقة بين فرق الجهد على محور Y والتيار على محور X ينتج خط مستقيم ميل الخط المستقيم يساوي قيمة المقاومة الكهربية ثم نعوض بقيمة المقاومة الكهربية في العلاقة رو اللي هو المقاومة النوعية رو تساوي ار اي على ال وذلك بعد ايجاد قيمه طول الموصل هو ال ومساحه مقطع الموصل وحيث ان مساحه مقطع الموصل مساحه مقطع الموصل دائري يبقى اذا اي لان مساحه المقطع بتساوي طه نق تربيع او باي ار تربيع ار نصف قطر الموصل والذي يمكن حسابه من خلال استخدام الميكروميتر ورجاء متابعه الفيديو المرفق